السلام عليكم ورحمه الله اهلا بكم في الموجز الرياضي قررت اداره نادي الرفاع اقاله مدرب الفريق الاول لكره القدم الوطني محمد شملان من منصبه والتعاقد مع المدرب التونسي سمير بن شمام لقياده الفريق في المرحله المقبله وجاء قرار إقالة الشملان متوقعا على أثر تواضع من نتائج ومستويات الفريق في الجولات الأربع الأولى لدور الدرجة الأولى والتي تعرض خلالها لخسارتين وتعادل وفوز واحد هذا ويحتل الفريق المركز السابع في الترتيب العام للدوري